ونرحب بضيفنا من القدس المحتلة السيد شادي الشرفاء، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد شادي، مرحبا بك معنا. ما الذي يعنيه اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد كتيبة طول كرم سرايا القدس محمد جابر أبو شجاع قبل قليل؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. نعم، الاغتيال هو حدث مؤلم بالنسبة للشعب الفلسطيني، خاصة أن أبو شجاع يعني يعتبر من أحد أبرز وأهم رموز المقاومة الشبابية الحديثة التي أوجعت الاحتلال كثيرا في يعني بضع سنوات الأخيرة، وكان يعني يشكل تحدي كبير لكل منظومة الضبط والسيطرة الاستعمارية في الضفة الغربية. على المدى المعنوي نعم هو مؤثر، ولكن وعلى المدى الرمزي نعم مؤثر، ولكن على المدى الاستراتيجي حتى بالنسبة لقادة كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعتبرون أن سياسة الاغتيالات هي سياسة فاشلة، وتقوم بها إسرائيل في حقيقة الأمر على مدار عقود، ولم تفلح في إنهاء فكرة المقاومة لدى شعبنا. شعبنا الفلسطيني مصر على التحرر والتخلص من القوة الاستعمارية، وهو مصر على المقاومة حتى نال حريته وتقرير مصيره. وكل سياسات الاغتيالات يعني غير مجدية في حقيقة الأمر، لأن الشعب الفلسطيني كما نقول بالعامية ولاد ومنجب، ودائما في هناك يعني شخصيات جديدة تظهر على الساحة الفلسطينية، وبالعادة تظهر شخصيات أكثر تصلبا وتشددا في المواقف، فبالتالي طيب. على من ناحية استراتيجية لا يعني شيء. طيب، ولكن سيد شادي، هل سيكتفي الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أم أن له مآرب أخرى؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. هذا السؤال هو جوهر حقيقة ما يجري في الضفة الغربية الآن، بمعنى واقع غزة هو صورة مصغرة ومقدمة لما يجري في الضفة الغربية. الضفة الغربية انتقلت الحكومة الإسرائيلية من سياسة كانت تعرف بإدارة الصراع إلى سياسة تسمى حسم الصراع، وهذه السياسة هي السياسة المعلنة لسموتريتش اللي هو نائب ثاني في وزير الدفاع من الصهيونية الدينية. لقد عرض سموتريتش فكرة حسم الصراع على نتنياهو، وكان نتنياهو يرفض، لكن بعد 7 أكتوبر يبدو أن نتنياهو التقط رؤية نتنياهو الاستراتيجية فيما يتعلق في الضفة الغربية مع رؤية سموتريتش الشعبوية والمسيانية. في هناك مخطط طويل الأمد في الضفة الغربية لتفكيك فكرة الكينونة الوطنية الفلسطينية وضرب كل معاقل المقاومة الفلسطينية، وتمهيدا للوصول لإلغاء شيء اسمه الوطن الفلسطيني الموحد أو الكينونة التي تعبر عن الاستقلالية الفلسطينية. هذا إلى جانب المخططات التي يعني تحدثت عنها وسائل الإعلام عبرية عديدة وشخصيات بارزة ووازنة عن فكرة أيضا تهجير سكان الضفة الغربية لأردن. في هناك مخطط للسيطرة على الضفة الغربية، بدأ المخطط منذ أن استلم بعد الانتخابات الأخيرة الإسرائيلية، استلم سموتريتش الإدارة المدنية، بدأ في السيطرة التامة على ما يسمى منطقة جيم، وهي تشكل أكثر من 70% من الضفة الغربية، ثم بدأ في السيطرة على منطقة باء وهدم البيوت في منطقة باء التي هي تعتبر وفق اتفاقية أوسلو تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. في هناك مخطط كامل لهدم بيوت مصادرة أراضي في منطقة باء، ثم انتقلوا إلى منطقة سي اللي تعتبر منطقة ألف اللي هي تعتبر المناطق ذات السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وبدأوا بالاجتياحات والاغتيالات والتهجير والتجويع وقطع المياه من سياسة ممنهجة لتحويل الحياة في الضفة الغربية إلى شبه مستحيلة ومعدومة، ضرب كل البنى التحتية ودفع السكان إلى ما يسمى الهجرة الطوعية أو ترانسفير الطوعي. هناك مخطط لتفريغ الضفة الغربية من محتواها الفلسطيني لكي يمهد الطريق، تمهيد الطريق لتوسيع الاستيطان، لأن فكرة الاستيطان لدى الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش أو بن غفير أو يعني أغلب الشخصيات المهمة في الليكود، فكرة الضفة الغربية ذات بعد توراتي أهم بكثير من أراضي 48، فبالتالي السيطرة على الأماكن التوراتية بالنسبة لهم هذا مسألة تعتبر إنجاز كبير بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي. عندما يكون المجتمع الدولي صامتا كليا أمام حرب إبادة على قطاع غزة بهذا الشكل وإبادة توثق بشكل يومي، ما الذي يدفع المجتمع الدولي للاعتراض على مصادرة أراضي وهدم وتهجير هنا وهناك في الضفة الغربية؟ طيب، ولكن إذا كان المجتمع الدولي وقف عاجزا أمام هذه المخططات الإسرائيلية،
التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم لا سيما في الضفة الغربية. ما الحل إذن؟ نعم، يعني الحلول المعروفة بالنسبة للشعب، أي شعوب تعيش تحت الاستعمار لا يوجد أمامها خيار آخر غير مقاومة الاستعمار، لا يوجد خيار آخر، وبناء التحالفات الاستراتيجية مع دول صديقة وأحزاب وحركات تحرر والآخره من أجل نيل الحرية. الشعب الفلسطيني لا يملك خيار آخر سوى الصمود، والإرادة الشعب الفلسطيني هي التي تجعله يستمر بوجوده على أرضه. يعني الشعب الفلسطيني مؤمن أن مسألة تحرير فلسطين هي مسألة حتمية، ننطلق بذلك من إيماننا العميق أن إسرائيل جسم غريب زرع من المنطقة وهو مرفوض من كل المحيط العربي ليس فقط الفلسطيني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وهي أعدل قضية يعني في الوجود. هذا التمسك بعدالة القضية الفلسطينية يجعل الفلسطينيين يتمسكون في مقاومتهم وتصلب تصليب خطهم السياسي. النقطة الثالثة المهمة هي إيمان الشعب الفلسطيني بحتمية انعتاق شعوبنا العربية وتحررها، لأن البعد العربي والحاضنة العربية للشعب الفلسطيني هي الدعم الأساس لاستمرار المقاومة حتى نيل الحرية والاستقلال. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يرضى بالتنازل عن حقوقه التاريخية والوطنية والدينية والاجتماعية والسياسية. واهم من يعتقد نتنياهو أو غير نتنياهو أننا من الممكن أن نتنازل عن حقوقنا الوطنية المشروعة والمكفولة بالمناسبة في القوانين الدولية. لا يمكن لنا أن نتعامل مع قوة استعمارية غربية أجنبية على اعتبار أنها يعني واقع حال مفروض علينا وعلينا أن نقبل وجودها إلى الأبد. هذه حقيقة يعني واضحة للعيان، والمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ عقود والتضحيات الفلسطينية الجسام التي تقدم على مذبح الحرية منذ عشرات السنوات هذا دليل أن الشعب الفلسطيني رغم كل آلة القمع الصهيونية وكل الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي اللامحدود لإسرائيل فإن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار. طيب، الشعب الفلسطيني مصمم على الصمود كما تتفضل، ولكن هل هناك فرصة أمام الفلسطينيين وأمام الدول العربية لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقف على الحياد على الأقل؟ يعني أنا أعتقد أن يعني هناك متغيرات تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المتغيرات على المدى البعيد على المدى الاستراتيجي ممكن أن يكون في هناك تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشعب الفلسطيني لا يراهن على الولايات المتحدة الأمريكية ولا نحن لا نراهن على القوى الاستعمارية. في هناك بعض القوى اعتقدت يعني في مطلع القرن الماضي أن ممكن أن تراهن على الاستعمار والحراب البريطانية، ثم رأينا سايكس بيكو ورأينا ماذا جرى. ثم أجت قوة أخرى اعتقدت أن من الممكن أن نراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تبين أن كل من يراهن على الإدارة الأمريكية هو يعني هو خاسر، والإدارة الأمريكية منحازة بشكل مطلق حتى الآن للحكومة الصهيونية. وحديث الإدارة الأمريكية عن وقف إطلاق النار وسعيها لوقف إطلاق النار يعني يتضارب ويتعارض كليا مع الممارسات اليومية التي تقوم بها من دعم غير محدود ومطلق عسكريا وماديا وغطاء دولي وغطاء قانوني في كل العالم لإسرائيل، دعما لإسرائيل. فالولايات المتحدة الأمريكية هي أساس الإشكالية لدى الفلسطينيين، الدعم المتواصل. يعني ماذا نقول عن إسرائيل؟ إسرائيل هي عبارة، يعني دائما نقول هي عبارة عن طاولة بثلاثة أرجل. رجل هي القوة النووية الإسرائيلية، ورجل اسمها أسطورة الردع، وهذه الرجل أسطورة الردع يعني ضعفت كثيرا بعد حرب تموز 2006 ثم انهارت كليا بعد 7 أكتوبر، ورجل الأخيرة الثالثة هي الدعم الأمريكي. إذا توقف الدعم الأمريكي لإسرائيل بالتأكيد إسرائيل لن تستطيع الصمود، لأنها تعتمد كليا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وإلى آخره على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من الخطأ الكبير وأنا أعتبرها خطيئة أن نراهن على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تجد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا لن يتم، لأن الولايات المتحدة علاقتها الاستراتيجية وحلفها الاستراتيجي هو مع إسرائيل، وأبرز لوبيات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية إيمانهم عميق بقضية إسرائيل واستمرار إسرائيل. ونحن سمعنا يعني شخصيات بالكونغرس كيف يعني يبررون الإبادة بل ويدعمون الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها خط سياسي، رؤية استراتيجية واضحة في المنطقة. التكتيكات ممكن أن تتغير، لكن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة حول القضية الفلسطينية أو حول العالم العربي وتشكيل العالم العربي لم تنتهي، لكن هناك تكتيكات تختلف بناء على هذا الرئيس وهذا الرئيس أو بناء على طبيعة الإدارة الحاكمة. لكن حتى الآن لا يوجد تغيير جوهري في بنية وهيكلية الولايات المتحدة الأمريكية
شكرا. راعي للقوى. نعم نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من القدس المحتلة السيد شادي الشرفاه الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد شادي سعدنا جدا بوجودك معنا، شكرا لك مرة أخرى.